تعد ظاهرة الجزر الحرارية إحدى التحديات البيئية التي تواجه العديد من المناطق الحضرية بمختلف الدول والمدن حول العالم كنتيجة للتطور العمراني والتوسع بالأنشطة الصناعية والتطويرية ومشاريع البنية التحتية، هذا فضلاً عن الزيادة المضطردة في وسائل النقل المختلفة البرية والجوية والبحرية. وتتسبب تلك الظاهرة بارتفاع شديد في درجة حرارة بعض المناطق الحضرية في الإمارة دون غيرها، الأمر الذي ينتج عنه تلف بمنشآت البنية التحتية والمباني والمنشآت، كما يؤثر على عمرها الافتراضي، هذا فضلاً عن زيادة استهلاك الطاقة المستخدمة للتبريد في تلك المناطق. كما تعمل تلك الظاهرة على توفير بيئة دافئة خصبة تساعد على تولد وانتشار الأمراض والأوبئة. وفي إطار سعي بلدية دبي على تحقيق التوازن بين الحاجة التطويرية والمتطلبات البيئية، وبالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، قمنا بإجراء دراسة متكاملة لانعكاسات الجزر الحرارية على المنطقة الحضرية بإمارة دبي التي تقدر مساحتها الإجمالية ب 1973 كيلومتر مربع. وتضمنت الدراسة استخدام أحدث تقنيات المسح، والتي اشتملت على طائرة تم تثبيت أجهزة استشعار حرارية عليها تعمل بالأشعة تحت الحمراء لرصد التباين الحراري في مختلف أنحاء الإمارة وبمختلف طبقات الجو. كما تم استخدام تقنية الطائرات بدون طيار لبعض المناطق التي تحتاج إلى مسح حراري من مسافات قريبة من سطح الأرض، وكذلك لدراسة تأثير المسطحات المائية كقناة دبي المائية على التخفيف من تلك الظاهرة. واستخدمت الكاميرات الحرارية لأعمال المسح الحراري الرأسي للمدينة من خلال مسح الهياكل الخارجية للمباني السكنية الاعتيادية بالمدينة لمقارنتها بنظيرتها التي شيدت وفقاً لمعايير المباني الخضراء. وقد نتج عن الدراسة 20 خريطة حرارية و100 صورة جوية موضحاً عليهما المواقع المتأثرة بظاهرة الجزر الحرارية، كما أثمرت عن العديد من المبادرات والمشاريع النوعية التي تساهم في تقليص المساحات الجغرافية المتأثرة بظاهرة الجزر الحرارية وخطط التوسع بالمباني السكنية الخضراء، بما يدعم مسيرة الإمارة التنموية والبيئية.